انطلقت الاشواط مستمرة في صباح هذا اليوم، والشوط التاسع عشر تعلن فيه الانطلاقة في هذا المسار، وهذا الاداء الجميل يحمل كذلك كوكبة من الابكار الفطامين. نشوف من يتقدم ومن يقود مساري هذا الشوط وتحدياته. نسير مع المركز الاول، الله يا سلام، هناك السيطرة تحت اقدام وتقول سرابة، هذه سرابة احمد بن سيف بن سالم النيادي على المركز الاول، تتقدم المشاركات وتقودهم بجدارة. تليها في المركز الثاني تتواجد في جنون، تعود ملكيتها لمحمد بن راشد بالهول المهيري الذي تنطلق بن قحيد، هذا شعار بن قحيد كذلك قادم مع هذا الاندفاع. وصلت في هذه اللحظة وتقدمت مزعج الويهي بالعبد بن خميس الوهيبي، انطلقت على المركز الثالث. يا سلام يا سلام يا سلام، تبادل المراكز وتحديات سريعة. هناك الواصلة الشاهينية عيسى بن عبد الله بن يميع على المركز الرابع والمركز الخامس، خامس المراكز. شوف التواجد وشوف الأسماء والتحرك، وصلت مخيفة لعلي بن حمد بن علي اليحافي، الله 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 الله، شوف الرقص، شوف 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 ميدان سيف العرب، ما شاء الله يحتضن هذه الشعارات وهذه الأسماء، ما شاء الله ولع الموسم من البداية. سراب أحمد بن سيف بن سالم النيادي مسيطر من البداية، النيادي بهذا الأداء الجميل، ولكن غادم بن قحيد هنا مع اللي هي جنون في أداها، محمد بن راشد بن قحيد المهيري على المركز الثاني، ولكن خلاص من البداية مسيطرة، ما شاء الله سيطرت وثبتت في هذا الموقع وتقوى بهذا الأداء الجميل. سرابة أحمد بن سيف بن سالم النيادي، راح النيادي، تهانينا، يستاهل الفوز والناموس بهذا الأداء والشكل الجميل، ما شاء الله تهانينا يا النيادي على الفوز. المركز الثاني اشوف المركز الثاني الشاهينية لراشد بن عبد الله بن علي بن يوسف اللي وصلت في المركز الثاني، والمركز الثالث اللي هي جنون لمحمد بن راشد بن قحيد المهيري. هذه الثلاث المراكز في حالة وصولها الى خط النهاية، بينما التوقيت الزمني دقيقتين و13 ثانية. تهانينا والناموس.